مساء الخير، ازيكم؟ اخباركم ايه يا شباب؟ عاملين ايه؟ المره اللي فاتت اتكلمنا على الكونسيومر موتيفيشن، المره دي ان شاء الله هنتكلم على حاجه جديده اسمها كونسيومر بيرسوناليتي. توبيك ظريف لذيذ، عايز ناس كده تكون عاقله كده وكبيره كده وواعيه وتقدر تتفهم الموضوع بطريقه كويسه بطريقه مظبوطه. هنتكلم عن الشخصية، عن البرسوناليتي، وعن الثيريز اوف كونسيومر بيرسوناليتي. لو تعرفوا او مثلا لو كنتوا سمعتوا قبل كده عن الثيريز بتاعت بيرسوناليتي زي اللي هم فرويد او سيجمنت فرويد، وفي اللي هم نيو فرويدن ثيري، وفي التريت ثيري، النظريات اللي العلماء اتكلموا فيها عن الشخصيات وانماط الشخصيات والحاجات اللي بتأثر فيهم. يعني تشابتر برضو ظريف هيفهمنا حاجات كتير شوية عن نفسنا. برضو نبتدي نشوف الإعلانات بطريقة برضو مختلفة، نعرف ازاي بتخاطب البرسوناليتيز، ونعرف ايه الحاجات الانستنكس او الغرائز اللي جوانا اللي بتحركنا. ف يلا كده نبتدي نتكلم مع بعض. احنا زي ما قلنا بنتكلم على البرسوناليتي. البرسوناليتي دي اللي هي ايه؟ اللي هي الشخصية، شخصياتنا. مفيش حد في الدنيا شخصيته زي التاني. ايفن لو عندكو اتنين توأم مولودين طالعين من نفس البيت، من نفس بطن الام، نفس الاب والام، نفس البيت، نفس النشأة، نفس التربية، most probably او ده الطبيعي ان هم دايما حتى لو اتنين توأم زي ما قلنا بتلاقيهم مختلفين، شخصياتهم بتبقى مختلفة completely، ما بيقوش زي بعض مع ان هم مولودين في نفس اللحظة. البرسوناليتي دي او الشخصيه بنقول عليها حاجه عامله زي ايه؟ زي الفينجر برينت كده، زي بصمه الصباع. مفيش حد عامل زي التاني. كل واحد فينا هتلاقيه في طباع معينه في شخصيته بتغلب عليه، بتبقى مختلفه عن غيره، بتخليه يتصرف بطريقه معينه، بيبقى فيها ليها شويه موتيفز بتحركها في الشخصيه دي. مثلا بيبقى في خصائص في التربيه بتاعته اثرت في الشخصيه، في الكالتشر، البيئة بتاعته، في نشأته، ممكن في الأسلوب أو طريقة التربية مثلا مامته وباباه بيتعاملوا بيه معايا، أو في المدرسة ابتدت تكون حاجات في شخصيته. هو أصلا مولود، ممكن يكون مولود بيها، مثلا شخص عصبي، شخص عنيد، شخص هادي، شخص انطوائي، شخص يعني بتفرق من شخص لشخص في حاجات تانية كتيرة، زي مثلا اللي هي الخصائص بتاعته، الاتريبيوتس والتريتس والفاكتورز، العوامل اللي بتأثر فيه. مثلا هي الحاجات دي اللي دايما بتدستنجويج one individual from another. اوكي، يبقى السايكولوجي البيرسوناليتي دي هي الانر سايكولوجيكال كاركترستكس، الخصائص السايكولوجيه اللي بتبقى الفاكتورز اللي جوانا، الانترنال فاكتورز اللي بتاثر فينا، الخصائص بتاعتنا زي ما قلنا، المانيريزم اللي هي الطباع بتاعتك او البيهيفيرز بتاعتك يعني. اوكي، both determine and reflect how we think and act. كل الحاجات دي هي اللي بتحدد او بتأثر او بتخلي ان احنا نطلع اللي جوانا ازاي، في صورة اللي هو اللي احنا ازاي بنفكر وازاي البيهيفير بتاعنا بيبقى عامل ازاي. اوكي، لو واحد مثلا عصبي او طباعه ان هي اجريسيف، ممكن يكون هو اصلا اتربى في بيئه مثلا مامته وباباه على طول بيتخانقوا مع بعض، في دايما صوت عالي في البيت، فاتعامل بعنف في المدرسه او من ناس من حواليه، فهو طلع ان هو شخص عصبي جدا. فهتلاقي العصبيه دي بتظهر في البيهيفيرز بتاعته في حاجات كتير، سواء مع اصحابه، في الشغل، مع مراته، مع اولاده، هتلاقي دايما الحاجات دي هي اللي بترفلكت او بتنعكس على تصرفاته والطريقه اللي هو بيفكر بيها. اوكي، فزي ما قلنا ان ان البيرسوناليتي دي هي بالظبط كانها زي الفينجر برينت، زي بصمه الصباع، هي اللي بتديستنجويج وان فروم انذر، دايما بتفرق ما بين الشخص والتاني، اللي بتوضح قوي الطباع، بتوضح الحاجات، الشخص ده عامل ازاي وهيتصرف ازاي، ايه المانرز بتاعته. مثلا لو شخص امين قوي وصادق وصاحب صاحبه وبتاع وما بيعملش حاجه غلط، فهتلاقي هي شخصيته كده عمره ما هيتغير مهما اتحط في سيتويشنز،
ومثلا مهما في شغله اتطلب منه حاجة ان هو يغش فيها، او ان هو او في الامتحان او الكلام ده، او ان هو يخون حد من اصحابه، عمره ما هيعمل حاجة زي كده، لان هو اصلا اتربى وشخصيته كده. هو واحد شخصيته ان هو امين، ان هو صادق، ان هو ما بيغشش، ما بيكذبش، ما بيعملش. فمهما عملت انت مش هتعرف تغيره. اوكي طيب، ممكن حد يقول لي بس لا يا دكتور، ده ممكن الشخصية تتغير، ايه رأيكم؟ تفتكروا ممكن الشخصية تتغير ولا ما تتغيرش؟ يعني مثلا لو واحد زي ما قلنا واحد عصبي او واحد بيكذب، هل ممكن في يوم من الايام ان هو يتغير، الطباع بتاعته دي تتغير، او الخصائص بتاعته دي، التريتس بتاعته، الاتريبيوتس والحاجات دي كلها تقدر تتغير في يوم من الايام؟ ممكن، خلينا متفقين ان هي ممكن، بس نتفق برضو قصاد ان هي ممكن، هي برضو صعبة. لما يكون حد ليه شخصية معينة وطباع معينة بيبقى صعب قوي يتغير، except لو هو هيتغير بإرادته. يعني ايه بإرادته؟ ال personality طبعا احنا قلنا انها ايه، بت reflects individual differences. ال personality هي اللي بتوضح الفرق ما بين شخص والتاني. personality in general أو is generally consistent and enduring. يعني إيه بقى consistent and enduring؟ يعني الشخصية دي بتبقى consistent، يعني ثابتة، يعني صعب إنها تتغير. أوكي، دي شخصيته، دي طباعه. and enduring يعني مستمرة. أوكي، يبقى أنا البني آدم ده هي دي طباعه ودي شخصيته، مش هيتغير. أوكي، نيجي بقى للبوينت اللي تحتها. طب ما حضرتك لسه قايلة إن هو مش بيتغير. لأ، ممكن أقول لكم حاجة، اقول لكم ان الشخصيه دي sometimes can change، بس ايه؟ by my will. انا كاتبه لكم كده between brackets by my will. يعني ايه؟ يعني بارادتي، بمزاجي، ب my decision، انا اللي هاخد القرار ان انا هتغير. اوكي، لكن مفيش حد هيقدر يغير. طب يعني ايه؟ for example، مثلا لو جينا قلنا ان في واحد مثلا متجوز وكل شوية مثلا بيتعصب على مراته، بيتخانق معاها، بيضربها، حصل أي حاجة، فحصل مشكلة كبيرة قوي بينه وبين مراته، قرروا ان هم عايزين ينفصلوا، فهو الناس عملت حيل ما بينهم او تتكلم معاهم، فابتدى ان هو يقول ايه، انا هتغير، هيحاول ان هو يتغير. اوكي، وممكن فعلا يتغير. تمام، في الحالة دي هو بياخد القرار، بياخد الديسيجن بإرادته، by his will، ان هو يتغير. example تاني، حد مثلا واحد بيشرب سجاير، وهو شخصيته هو بيحب ان هو يشرب سجاير ومش عايز يبطلها، وهو شايف ان السجاير دي it's part of his personality. يعني مثلا ايه، في ناس دايما وتلاقي واحد يقولك ايه، انا بشرب السيجارة دي، او انا بالنسبة لي دي رمز الرجولة. اوكي، مع ان هي لا رمز رجوله ولا حاجه، دي حاجه، دي عاده سيئه جدا وحرام شرعا ودينيا وكل حاجه، وبتاثر على الصحه والكلام ده كله. بس حد مثلا يقولك لا، دي اتس بارت اوف ماي بيرسوناليتي. اوكي، يتعب لا قدر الله، يحصل حاجه، يتعرض لوعكه صحيه مثلا، يبقى عنده بيبي او مراته تبقى حامل، فيبقى ما ينفعش ان هو يشرب سجاير قدامها، فساعتها يبتدي ان هو يقرر ان هو يسيب السجاير او يتخلى عنها. اوكي، يبقى personality can sometimes change. واحد مثلا بيخون، واحد بيغش، واحد بيكذب، واحد بيعمل عصبي، بيضرب، بيخبط، بيعني، واحد عنيد او الكلام ده كله، يبقى دايما ال 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 او واحد مثلا عنده دايما تكبر عالي، بيتكبر على الناس، بيتعالى على الناس. اوكي، يبقى انا دي شخصيتي، دي طباعي، مش هتتغير الا في حالة واحدة، لو انا بنفسي اللي قررت ان انا اغير نفسي. اوكي، فهمتوا كده؟ يبقى زي ما قلنا personality ان هي حاجة consistent، يعني حاجة ثابتة ما بتتغيرش. بس نيجي في الجملة اللي بعدها نقول ان انا ممكن اتغير، بس ايه، زي ما قلنا my will، بارادتي، بقراري، انا اللي هاخد القرار اذا كنت اتغير ولا لا. اوكي، مثلا بتلاقي دايما مقولة تقول لك ايه، انت عمرك ما تعرف تغير بني ادم. يعني هو ده طباعه، ده دي شخصيته اللي هو كبر عليها وتربى عليها وخلاص، دي شخصيته، دي طباعه، ازاي هيتغير بني آدم مثلا كبير نضج، فازاي هتبدأ تغير طباعه وتغير شخصيته؟ صعب قوي ان انت تغيره. اوكي، this is true، انت صعب تغير شخص،
لكن هو اللي ممكن يتغير، هو ممكن لما ياخد القرار انه هو يتغير ساعتها هو يقدر يغير من شخصيته او يغير من طباعه. تمام كده؟ يبقى فهمنا كده الجزئية دي. يبقى احنا قلنا ان التريتس والاتريبيوتس دي بتبقى حاجات مستحيل انها تتغير الا بالقرار، الا بالقرار. الاتريبيوتس التريتس الحاجات دي كلها صعبة انها تتغير من شخص لشخص. ممكن واحد يكون ماشي تمام كويس قوي ومثلا بيصلي وملتزم وكل حاجة ويتصاحب على شلة او شلة ولاد او كده، يغيروا طباعه ويغيروا طريقة سلوكه ويسلك طريق غلط. اوكي، هو من جواه هتلاقي حاجات في البرسوناليتي بتاعته من ضمن الاتريبيوتس بتاعته ان هي ضعيفة ضعيفة، فعشان كده خلى ده اللي خلى ان اشخاص من بره تأثر عليه، وده اللي هناخده later on في المنهج هنا في الشابتر الخاص بالreferences او reference groups. اوكي، ان هما ممكن يغيروا الناس بس هو من جواه هتلاقي برضو ان في حتة لا كل شوية مثلا بتلومه او بتعاتبه، وده برضو هنعرفه كمان شوية هنا في الشابتر. تمام؟ فزي ما قلنا ان انا ان شخصيتي بتتغير بالقرار بتاعي، لازم يكون في حاجة حصلت في حياتي مثلا خلتني ان انا اخد قرار ان انا اتغير، او ان انا مثلا فور اكزامبل انا باكل دايما اكل من الشارع، باكل جانك فود كتير، فانا تخنت قوي او وزني زاد، فانا صحتي تعبت، ركبي تعبت، صدري بقيت بنهج، بقيت تعبانة، فانا I have to make to take the decision ان انا اغير حياتي واغير شخصيتي واغير اسلوبي، فان انا مثلا ابتدي اكل هيلثي فود، ان انا اروح الجيم، فحياتي كلها تتغير، اللايف ستايل بتاعي كله يتغير. اوكي، يبقى زي ما قلنا ان هو ايه ممكن اتغير بس باي ماي ويل، بارادتي وبالقرار بتاعي. طيب عندنا بعد كده في theories of personality، احنا عندنا في ثلاثة theories، في ثلاث نظريات هناخدهم. في اول نظرية اللي هي بتاعت سيجمنت فرويد، واعتقد ان ده عالم مشهور قوي، ممكن تكونوا يعني سمعتوا اسمه قبل كده في اي دراسة انتوا درستوها. سيجمنت فرويد ده قال ايه؟ هو ده واحد الاول قال حاجة معينة عن البني ادم، عن النفس البشرية، وجد بعدها نظرية تانية بتاعت مجموعة علماء مع بعض وعملوا حاجة اسمها نيو فرويدين بيرسوناليتي ثيوري، ابتدوا يحدثوا شوية من الكلام اللي قاله فرويد. اوكي، وعندنا النظرية التالتة اللي هي اسمها تريت ثيوري. اوكي، طيب نرجع لأول واحدة ودي مهمة قوي، ويعني ايه هتلاقيها اساس في حاجات كتير قوي واعلانات كتير بتبقى شغاله على الثيريز دي كلها، وشغالين دايما على بنشوف الناس دي بتفكر ازاي وبتعمل ايه وايه اللي بيطبق الطباع بتاعتهم. طيب سيجمنت فرويد ده قال ايه يا جماعه؟ قال ان البني ادم مننا عنده ثلاثه، في جواه ثلاث شخصيات، في الاي دي والسوبر ايجو والايجو. الاي دي ده زي ما احنا شايفين كده الايسبرج، ان هو دايما الايسبرج او الجبل اللي هو الثليجي في منه نص تحت مش باين، ده اللي هو بيبقى في الانكونشس مايند او في السبكونشس او في اللاوعي. اوكي، الاي دي ده بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول ان الانسان از ايه، از ا وايلد تشايلد، از ا ديفل، الانسان شيطان، شيطان من جواه، في غرائز هي اللي بتحركه. اوكي، الغرائز دي بقى هي اللي بتخليه يسلك سلوك ممكن يكون غير مقبول شويه، او ممكن يكون او اللي هي الخاص اكتر بالشهوات، والشهوات فيها حاجات كتير قوي. شهوات مثلا مع الاكل، الاكل ده يعتبر برضو شهوه، في حاجه الغرائز بتاعتنا الطبيعيه والكلام ده كله. فسيجمنت فرويد قال ان اكتر حاجه بتحرك البني ادم هو اللي هم الانكونشس نيدز او الدرايفز بتاعت اللي هي جوه في البني ادم. اوكي، فهي دي اللي بتعمل الموتيفيشن، هي دي اللي بتحركه. فهو قال ان الاي دي ده هو المخزون، is the warehouse of primitive drives، هو المخزون بتاع
كل الدرايفز اللي هي المحركات او الشهوات اللي هي الاساسيه اللي في حياتنا البدائيه بتاعتنا، زي ايه؟ ليه علاقه بالفيسيولوجيكال نيدز، زي الهانجر، الاكل، الشرب، السكس، كل الحاجات دي. هو فرويد قال كده، دي الحاجات الاساسيه اللي بتحركنا. اوكي، دول المحرك زي ما قلنا اللي هو الشهواني او الشيطاني اللي جوه كل بني ادم مننا. تمام. طيب السوبر ايجو بيقول ايه؟ بيقول ان ده بيحرك الانديفيديوال to fulfill their needs in a socially acceptable function. يعني ايه؟ دي الحتة بتاعت الانجل او الملاك اللي جوانا. يبقى احنا الاي دي ده اللي هو الشيطان، اوكي، والسوبر ايجو اللي هو الملاك، الموراليتي، الضمير، الاخلاق بتاعتنا، الـ voice of conscious that focus on how we ought to behave. لا، انت مش المفروض ان انت تعمل كده، انت مش المفروض ان انت تمشي مع الاصحاب دول، انت مش المفروض انك تشرب سجاير، انت مش المفروض ان انت تغش، مش المفروض انك تسرق، مش المفروض انك تزني. مش ده السوبر ايجو، ده اللي هو البرفكشن، ان احنا دايما عايزين نبقى مثاليين، نبقى ملايكة. اوكي، يبقى احنا عندنا السوبر ايجو عكس الاي دي. الاي دي اللي هو الانستنكس، اللي هي الغرائز، الغرائز بتاعتنا. اوكي، انرجي كونستنتلي سترايفنج تو ساتيسفاي بيزك درايفز. الطاقه اللي جوانا دايما بنبقى عايزينها تساتيسفاي الغرائز بتاعتنا. تمام. طيب يبقى احنا قلنا ان الموراليتي ده اللي هو صوت الضمير، النورمز بتاعتنا، الفاليوز، البيليفز، اخلاقنا، المبادئ اللي احنا تربينا عليها، الحاجات بتاعت السوسايتي، السراوندينج سوسايتي بتاعتنا، ان احنا المفروض بتقول ان احنا نحترم بعض، ان احنا ما نغشش، ما نقتلش، ما نزنيش، ما نسرقش، ما نخونش، كل الحاجات دي. تمام. يبقى دايما بيبقى في حرب جوانا ما بين الخير والشر، اوكي، ما بين الملاك والشيطان اللي جوانا، ما بين الاي دي والسوبر ايجو. اوكي، اللي بيعمل بالانس ما بين الاثنين مين؟ هو ايه؟ الايجو. الايجو ده اللي هو internal monitor that balances the needs of the اي دي and the super ego. تمام. الايجو ده هو بيعمل ايه؟ عايز يهذب الاي دي ويحطه في صوره socially acceptable. يعني ايه؟ او ان هو يبقى بيعمل بالانس ما بين الاثنين. يعني والله انت عندك مثلا غريزه او شهوه للاكل، انت عايز تاكل، اوكي، بس مثلا مش هينفع تاكل قدام الناس علشان ما تجوعهمش او ما تعملش او الكلام ده كله، او ان انت مثلا خايف على نفسك ان انت تدخن فعايز تاكل، فانت تقدر تاكل بس ببالانس معين، مثلا تاكل ببورشنز او بكميات صغيرة عشان ما تدخنش، وفي نفس الوقت تساتسفاي الشهوة اللي عندك بتاعت الاكل. اوكي، عندك شهوة مثلا او غريزة الحاجة، فانت بدل ما مثلا ما تصاحب او كده اتجوز. تمام، ده حتة الايجو. طيب الكلام ده كله احنا بنعمله مثلا في ايه؟ لو احنا بنتكلم على الشركات والبراندز والاعلانات والكلام ده، هتلاقي الايجو ده دايما اللي بيتمثل في السي اس ار بروجرامز، اللي هي المسؤوليه الاجتماعيه او المسؤوليه الاجتماعيه بتاعت الشركات تجاه المجتمع. بيعملوا ايه؟ انا مثلا ممكن اكون ببيع لك منتج، انا عارف ان المنتج ده ما هوش صحي، اوكي، بس علشان انت تاكسبت البرودكت ده، هقول لك ان انا مثلا الفلوس اللي انت هتصرفها عندي او هتدفعها عندي، انا هاخدها اصرفها في الخير، او هتبرع بيها لصالح مثلا جمعيه خيريه. اوكي، يبقى انا هنا عملت ايه؟ انا هنا عملت البالانس. فهمتوا؟ مثلا هقول لكم حاجه، انت علشان مثلا عايز تاكل اكله معينه او عايز تروح مكان معين، وعارف المكان ده ممكن يكون مثلا في حاجه مش صح هتحصل، او طب بص انا هقول لك على حاجه، احنا ممكن لو هتروح المكان ده او هتحضر الحفله دي او مثلا هتاكل الاكله دي، طيب مثلا خد جزء منها او خد جزء من الوجبه دي ودي لحد غلبان، فتحس ان انت ايه، عارف اللي هو ايه، غسلت نفسك شويه من جوه، يعني عملت حاجه بالانس ما بين الاثنين. دي فكره الايجو. يبقى تاني كده، احنا عندنا اتنين عكس بعض، الخير والشر، او هما مش خير، يعني ايه، هو مش شر قوي قد ما هو غرائز،
والغرائز دي ما هيش شر، يعني هو ربنا اللي خلق الغرائز دي جوانا. فهو بيقول ان الاي دي هو اللي بيحركنا اكتر، اوكي، وان الغرائز دي الطاقة دي بتحاول انها تساتسفاي الغريزة اللي جوانا، ان دايما ان احنا ممكن ناس من جواها يفكر شوية حتة ديفل، شوية حتة شيطانية، اوكي. السوبر ايجو عكسه اللي هو الموراليتي، الخير، الملاك اللي جواك، الضمير اللي جواك بيقولك تتصرف ازاي وتعمل ايه. اللي بيعمل بالانس ما بين الاتنين هو الايجو. تمام كده يا جماعة؟ يبقى كده فهمنا اول نظرية. لو هنيجي ناخد بقى examples من الاعلانات، هتلاقي مثلا لو جيتوا فكرتوا في اي اعلانات شفتوها قريب، في حاجات بتبقى دايما بتتكلم اي دي، اوكي، وهتلاقي مثلا في برودكتس معينه دايما بتدخل في حته الاي دي شويه، زي البرفيومز، الديودرنتس، مثلا اعلانات السجاير، بعض من اعلانات الاكل. يعني مثلا ماكدونالدز كان عنده كامبين عاملها اي دي، ان انت ازاي بيبين لك الشهوه بتاعت الاكل في ان انت ماسك الساندويتش وبتاكله، بس جايبها لك بطريقه يعني الغرائز بتاعت الاي دي بتاعت الشيطان اللي جواك، اوكي. مثلا اعلانات العربيات، اعلانات الايس كريم، البرفيومز، الشوكليت، الكريمات، مثلا الحاجات اللي ريليتد بالبيوتي، هتلاقي معظمهم بيتكلموا دايما بصيغه الاي دي، بصيغه الشيطان اللي جواك. هو عايز يخاطب او عايز يكلم يادرس الديفل اللي جواك، الشيطان اللي جواك. تمام. طيب لو نيجي كده مثلا نشوف العكس اللي هو السوبر ايجو. السوبر ايجو تلاقيه دايما يقول لك ايه، ساعد الناس، اعمل الخير، ما تتكلمش مثلا في التليفون، دايما اعمل الخير، ما تلوثش البحر، بلاش الحروب، بلاش ده دايما اللي هو صوت الضمير، صوت الملاك اللي جواك، ان انت عايز كل حاجة تبقى خير، مش عايز حاجة وحشة تحصل في العالم، مش عايز حد يبقى فقير تعبان، مش عايز حد يبقى بيصفر بأي نوع من انواع او بيعاني من اي نوع من انواع، اوكي. فده السوبر ايجو اللي جوانا. لو نيجي بقى نتكلم على الايجو، وده معظم الحاجات اللي زي ما بقول لكم اللي هي بتبقى ريليتد بالسي اس ار بروجرامز، تلاقي مثلا يقول لك ايه، اشتري من عندي. معروف ان مثلا كنتاكي ممكن يكون مع ناس كتير بتحصل ان هو ساعات مثلا يوجع البطن، ساعات ان هو معروف ان هو جانك فود، حاجه مش صحيه قوي، اظن هي فراخ بس ممكن طريقتها تبقى مش صحيه قوي. ف وساعات كان مثلا يقول لك ان هم بيسبورتوا مثلا اسرائيل، بيعملوا مش عارفه ايه، فاحنا نعمل بايكوت لكنتاكي او كده. فهو عشان يعالج الحته دي فابتدى يعمل ايه، او ان هو مثلا بيسبورت الناس بتوع الحروب او الحاجات دي كلها، فابتدى يعمل سي اس ار بروجرامز. يعني بصوا هتلاقي هنا الباكت مكتوب ايه، This bucket helps sponsoring a deaf student education. يعني هو بيساعد، بيعمل sponsoring لتعليم الطلبة اللي هم الدف، اللي هم مش بيسمعوا، اوكي. فدي الحتة بتاعت الايجو اللي هو عاملها، ان هو بيحاول يجمل لك، يجمل صورة اللي انت عايز تعمله. الاكل شهوة، احنا عارفين مبدئيا ان الاكل ده من ضمن الشهوات، من ضمن الحاجات الاي دي اللي جوانا. طيب انت علشان اريحك وان انت تبقى ساتسفايد وانت جاي بتاكل، هتبقى مطمن ان انت في بارت من الفلوس اللي انت هتدفعها دي هتروح مثلا لصالح الاطفال، او هتعلم الاطفال اللي هم الدف، اوكي. فبتغسل شوية كده حاجة من جواك، يعني فاهميني؟ مثلا دي من ضمن حاجات زي CSR، you use electricity wisely، use only what you need، ما تلوثش البيئة، ما ترميش كان في المحيط، الحاجات دي كلها ان انت بتحافظ على ال environment. طيب تعالوا كده نشوف فجر رمضان احلى بيمعتنا. طيب الاعلان ده برضو هنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الشهوة بتاعت الاكل. تعالوا برضو نشوف مع بعض كده الاعلان ده. طبعا شيبسي يعتبر اكل، يعتبر حاجة برضو فيها شهوة، ده جونك فود، ده مش حاجة هيلثي، بس دايما بيسوقها لك بان انت لما تتجمع مع اصحابك وقت ما تكونوا قاعدين بتتسلوا مبسوطين تتفرجوا على الماتش، فان انت تاكل برضو الشيبسي. فهو بيحاول ايه، يعمل لك البالانس بتاع ان انت ترمرم او تاكل حاجه مش ظريفه، او تاكل حاجه مش صحيه،
بس في وسط اللمه في وسط الهيصه يعني الموضوع مقبول، يعني انتوا تقعدوا تنقنقوا وتتسلوا في حاجه في الاكل. فعشان كده بقول لكم دايما بتلاقي معظم الاعلانات بتتكلم على الجزء اكتر الاي دي، او بيحاولوا يظبطوا لك الاي دي ده ازاي بحيث ان هو يبقى مقبول. طيب الثيري التانية اللي عندنا بعد كده اللي هي اسمها نيو فرويدن بيرسوناليتي ثيري، الناس دي عملت ايه؟ الناس دي اعترضت على فرويد وقالوا ان في حاجات تانية بتبقى موجودة في البرسوناليتي، او حاجات تانية بتأثر في البرسوناليتي. زي ما قلنا ده دول بينتقدوا they contradict فرويدن ثيري، هم معترضين على فرويدن ثيري. فرويد كان بيقول ان اللي بيحرك الانسان هي الغرائز بتاعته، تمام؟ لكن العكس هنا، لكن هنا بيقول ان النيو فرويدن، يبقى احنا قلنا ان فرويد بيتكلم بيقول ايه؟ ان اللي بيحرك البني ادم الغرائز بتاعته، الانستنكت بتاعته، تمام؟ لكن لما نيجي بقى نشوف النيو بيقولوا ايه، المجموعة العلماء دول او الفلاسفة دول قالوا ان اللي بيحرك الانسان او بيحرك شخصيته الـ external environment، ان بيقولوا ايه، ان العوامل الخارجية الـ external factors ليها high impact او بتأثر جامد قوي في الانسان، تمام؟ طيب خلينا كده نشوف مع بعض. هما الناس دول قالوا we don't agree with Freud completely، sexuality can't explain everything، لان زي ما قلنا ان فرويد كان دايما مركز قوي على الغرائز بتاعت البني ادم، especially الغرائز اللي هي الجنسية. فالنيو فرويدن قالوا ايه؟ ان في number of followers of Freud who became dissatisfied، يعني مش راضيين بالميوبيا اللي هو حاطط نفسه فيها. الميوبيا اللي هي ايه؟ زي ان حد يبقى حاصر نفسه قوي في، او شايف الحاجة من منظور ضيق جدا ومش متقبل اللي حواليه. فبيقول ان هو حاصر نفسه قوي، عامل ميوبيا جامدة جدا. بيقول ان اللي بيحرك الانسان هي الغرائز، اوكي؟ فهم معترضين مع الكلام ده، بيقولوا ان هم they are completely against. فقالوا ان اللي بيأثر في البرسوناليتي السوشيال ريليشنشيبس، ان دي they are fundamental، دي حاجات أساسية بتغير في الإنسان to the formation and development of personality. يعني انت اللي بيحرك شخصيتك او اللي بيغير من شخصيتك او بيكون شخصيتك الناس اللي حواليك، أهلك، العيلة، تربيتك، أصحابك، زمايلك في الشغل، زمايلك سواء في البيئة أو في الكالتشر بتاعتك أو في الديانة بتاعتك، مثلا الناس اللي بيروحوا الكنيسة، الناس اللي بيروحوا الجوامع، الناس اللي بيروحوا الأديرة. فالناس المحيطة اللي حواليك بتأثر وهي اللي بتشكل البرسوناليتي بتاعتك. يبقى social relationships are fundamental to personality versus Freud theory. Freud احنا قلنا ان كان بيتكلم على الغرائز، ان هي اللي بتشكل البرسوناليتي، بتشكل الشخصية، تمام؟ او ان الشخصية بتاعتنا بتتطور based on الانسترينج او الغرائز بتاعتنا. ده فرويد. التانيين قالوا لأ، اللي بيحرك وبيطور وبيغير الشخصية هي السوشيال ريليشنشيبس، تمام؟ فالمجموعة الفلاسفة دول قسموا الناس، أو according to هورني، وهورني ده من ضمن الفلاسفة القوية اللي كان متعارض مع فرويد. قال إيه؟ قال إن هورني قسم الناس لثلاثة. قال إن في منهم اللي هم الكومبلاينت، خلي بالكوا إحنا فرويد قال إيه؟ قال آي دي وإيجو سوبر إيجو. هورني قال إن هم في كومبلاينت، في أجريسيف، في ديتاتشت. إيه بقى دول؟ الكومبلاينت ده اللي هو individuals that desires attention، الناس دي دايما عايزة تعمل اي حاجة تخلي الناس تهتم بيها، عايزة تثير الانتباه، عايزة الناس دايما تبقى مركزة معاها. زي مثلا ايه؟ for example لو انت مثلا عندك طفل او مثلا طفلين ثلاثة في البيت، فممكن تلاقي واحد منهم بيتصرف مثلا بعصبية، بيحدف لعب، بيرمي حاجة. هو مش المقصود ان هو بيعمل كده، هو عايز يجذب الانتباه، عايز يخلي مامته تركز معاه،
اوكي تلفت بيلفت انتباهها بالطريقه اللي هو بيعملها، ان هو بيحتف اللعب بيكسر بيعمل، او ان هو يزعق، او مثلا تبقوا قاعدين مجموعه اصحاب مثلا في البيت او في النادي او اي حاجه، وتلاقي واحد ايه انتوا عمالين تتكلموا، تلاقي واحد بيقول يا جماعه الصوت وطوا صوتكم شويه انا مش عارفه اركز. هو بيعمل الكلام ده عشان هو عايز يلفت الانتباه، يبقى ده الكومبلاينت اللي هو الاشخاص اللي هم دايما بيبقوا عايزين يثيروا الانتباه او يخلوا الناس تركز معاهم. اوكي الاجريسيف ده بيبقى عايز الناس، الاجريسيف اللي هو الشخص العنيف بيبقى ايه، بيبقى desires admiration، عايز الناس تبقى ايه، تبقى مثلا انت عايز الناس تحاوطه، تبين قد ايه ان هم ان هو شخص جميل، تمدحه تجمل فيه علشان يهدى شويه. زي ما قلنا مثلا لو في عندكم في البيت في اولاد وفي حد عنيف بيضرب اخوه بيعمل، هتلاقي دايما ان هو ايه بيهدى لما تاخده في حضنك، تطبطب عليه تقول له انت جميل قوي، انت ليه مثلا بتعمل كده، ده انت ولد جميل، انت الناس كلها بتحبك، دي مامي بتحبك، ده باباك بيحبك واخوك. فهو دايما بيسيك ايه او بيدور على ايه او desires ايه admiration، هو عايز الناس تبين له انها ممتنة بيه، انها حباه، انها مش متضايقة منه والكلام ده كله. تمام. طيب تالت نوع عندي اللي هو ال detached person، ده دايما ايه سيبوني في حالي، سيبوني في حالي يا جماعه انا عايز اعيش في سلام، انا عايز ابقى لوحدي، انا متاقلم مع نفسي، انا حاسس بالفريدم، انا شايف ان انا عايز السبيس بتاعتي، انا مساحتي، انا واثق في نفسي بزياده. فده الديتاتش بيرسون دايما ديزايرز ايه اندبندنس اند فريدم فروم اوبليجيشن، ما بيحبش ان هو يبقى متقيد بحاجه، ما يحبش ان يحس ان في ناس مسيطره عليه. اوكي يبقى دول الثلاثه الفرويد قال عليهم ان في سوري ان هورني قال عليهم اللي هم الكومبلاينت اجريسيف ديتاتشد. الكومبلاينت دايما بيدور على الانتباه على الاتنشن، الاجريسيف دايما بيدور على ان هو يحس ان هو جميل والناس مرحبه بيه، الديتاتشد سيبوني في حالي يا جماعه انا عايز اعيش في سلام، انا عايز اعيش لوحدي، انا شخص مستقل مش محتاج حد يبقى معايا. تمام. يبقى هورني مركز اكتر على ايه، مركز على السراوندينج افكتس المؤثرات الخارجيه اللي حوالينا. تمام. يبقى زي ما قلنا ان هورني مركز على ايه، على السراوندينج افكتس، ان دي اللي بتاثر في الشخصيه وبتساعد في تطور الديفلوبمنت بتاع البيرسوناليتي. تمام. تالت ثيوري عندي وهي اسمها تريت ثيوري، دي بتتكلم بتقول ان مثلا ان مفيش حد بيبقى فور اكزامبل اجتماعي طول حياته وفجاه يبقى يتغير ويبقى انطوائي. اوكي لكن ممكن ده يحصل لو حصل دروب جامد في حياته او حصل موقف فظيع اثر في حياته. اوكي لكن دايما ان الشخص مثلا الاوبن او الاكستروفيرت او اللي هو الاجتماعي اللي عنده دايما اصحاب بيخرج كتير اللي بيسوشيالايز دايما كتير جدا، مش من السهولة ان هو يبقى شخص مثلا انتروفيرت، او مش من السهولة ان هو يبقى شخص انطوائي. اوكي في حد يبقى دايما اوبن على الحياه، في حد لا بيحب دايما كل حاجه في مكانها، كل حاجه تبقى ستيبل، كل حاجه تبقى مستقره في مكانها، ما يبقاش فيه تغيير، ما فيش الكلام ده كله. فدي فكره التريت ثيوري، ان هو بيقول a trait is any distinguishing relatively enduring way in which one individual differs from another. دايما هو بيتكلم ان التريتس دي او الخصائص دي هي اللي بتفرق ما بين شخص والتاني، وان هي بتبقى حاجة enduring. يعني ايه enduring؟ يعني continuously، يعني ماشية معايا ما بتتغيرش. اوكي طيب هنبتدي بقى ندرس مع بعض البرسوناليتي تريتس دي اللي هي بتاعت التريت ثيوري. عندنا مجموعة خصائص هنبتدي ندرسها. اول واحد منهم اللي هو dogmatism. يعني ايه dogmatism؟ ده شخص closed mindedness. يعني ايه closed mind؟ يعني مخه مقفول، افقه ضيق، ما بيسمعش غيره، ما بيسمعش غير صوته هو بس، غير نفسه هو، ما عندوش استعداد ابدا ان هو يعترف ان هو شخص غلطان. اوكي دايما شايف نفسه على حق، انا مفيش حد زيي، انا الصح، انا I'm always right. اوكي وشايف دايما الناس اللي قدامه ما بيسمعش غيره، شايف دايما قدامه هم اللي بيبقوا غلطانين.
فالشخص ده احنا بنسميه ايه؟ dogmatism. دي التريت بتاعته او الخصائص بتاعته. dogmatic individuals are less likely to be innovators. من الصعب جدا ان انت تلاقي من الاشخاص اللي هم الدوجماتكس دول ان في يكون فيهم ناس مبدعه. ليه؟ لان المبدع ده محتاج ان خياله يبقى منطلق، ما يبقى فلكسبل شويه، يبقى اوبن، تمام. لكن الدوجماتيزم ده العكس، ده شخص closed mindedness، مخه دايما قافل على نفسه، شايف نفسه زي ما قلنا ان هو احسن حاجة في الدنيا وما بيعملش حاجة، ان هو اللي صح والكلام ده كله. يبقى ده الشخص الدوجماتيزم زي ما قلنا. هو يستحسن ان انت تتجاهل تماما الشخص ده ولا كأنه موجود، لان هو اصلا عنده resistant to change. يعني هتتعب قوي 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 معايا عشان تقدر ان انت تغيره وتغير من شخصيته. اوكي، هو اصلا شخص against the change، هو مش هيتغير، هي دي طباعه، هي دي شخصيته، دي الخصائص بتاعته، التريتس بتاعته. فهو صعب جدا جدا الشخص ده، صعب ان انت تتعامل معاه، صعب ان انت تغيره، ان انت تتعامل معاه باي صورة من الصور. تمام. تاني نوع عندي وهو الشخص اللي هو السوشيال كاركتر. السوشيال كاركتر ده بيبقى فيه منه نوعين، في منه اللي هو الانر دايركتد وفي منه اللي هو اذر دايركتد. الانر دايركتد ده بيبقى ايه؟ بيبقى اللي هم الكونسيومرز rely on their own inner values، ده هو معتمد اكتر على الحاجات اللي جواه، ان هو الطباع بتاعته، الفاليوز بتاعته، القيم بتاعته، هو معتمد عليها اكتر. شخص انر قوي في نفسه، هو سوشيال كاركتر وكل حاجه، بس هو دايما بيعتمد على نفسه اكتر وعلى الفاليوز بتاعته اكتر. يحب مثلا لو هو يحب يخرج بس دايما ايه، ممكن ياخد سيلفي مع نفسه، يصور نفسه مثلا هو بياكل وهو بيشرب. اوكي، هو اوبن، احنا طبعا بنتكلم ان هو سوشيال كاركتر، بس هو بيتاثر اكتر بنفسه، فاهمين الفكره؟ عكس التاني الاذر دايركتد، هتلاقيه ان هو بيتاثر اكتر بالناس اللي حواليه. لكن الانر دايركتد لا، هو بيعتمد اكتر على الانر فاليوز، مور لايكلي تو بي انوفيتورز. كتير منه من الشخصية دي ينفع ان هم يكونوا اشخاص انوفيتورز، يعني مبدعين، بيحبوا دايما يطوروا او يعملوا حاجات جديدة. منهم كتير بيبقوا عندهم الليدرشيب عالية قوي، يحبوا ان هم يقودوا ناس، حاسس بنفسه، شخصيته قوية، وعنده بيبقى اوبن قوي للانوفيشن. الناس دي بتحب او دايما بتبريفير ادز ذات ستريس اون برودكتس بنفيتس اند فيتشرز، يحبوا دايما او يميلوا للاعلانات اللي بيبقى واضح فيها او موضح لي المعلن او الشركه موضحه لي فيها قوي البنفيتس والفيتشرز بتاعه البرودكت. قول لي كده البرودكت ده مكون من ايه، هستفيد منه ايه، الخصائص بتاعته ايه، ايه اللي انا البنفيتس اللي هتعود عليا منه، ايه الفاليو اللي هتعود عليا لما اشتري البرودكت بتاعك. اوكي، يبقى لما تيجي تكلم حد من اللي هما السوشيال كاركتر بس انر دايركتد، دايما قول له انت مستفيد ايه، يعني ايه واتس ان ات فور مي، انا مستفيده ايه لما اشتري البرودكت بتاعك. فانت لازم تخاطبه بالحته دي، بالبنفيتس وبالفيتشرز. طيب نيجي نتكلم على الاذر دايركتد. هنا كونسيومرز لوك تو اذر فور جايدنس، دايما انا عايزه اشوف غيري بيعمل ايه عشان اعمل زيه. اشوف مثلا اصحابي او الشله بتاعتي مثلا دول بيلبسوا ايه، فانا البس زيهم، اتصرف زيهم، بيخرجوا يروحوا فين فانا اروح مع زيهم. دول الناس دي ما بتبقاش انوفيتورز، ما فيش حد منهم ينفع يبقى اوبينيون ليدر، يبقى قائد، يبقى مبدع، او يعني في الاغلب ما بيبقوش يطلع منهم حد انوفيتور. ده شخص بيبقى زي ما قلنا هو اجتماعي وبيبقى influenced by others، يعني الناس اللي بره هي اللي بتأثر فيه. اوكي، خليني كده اكتبها لكم. تمام. طيب وزي ما قلنا ان هم unlikely to be innovators، لما تيجي بتكلم الناس دي هم دايما they prefer social acceptance. يعني ايه social acceptance؟ يعني قوله
ان انت لما تشتري الموبايل ده هتبقى في وسط اصحابك مقبول. لو لبست اللبس ده او اشتريت من عندي من البراند بتاعي مثلا، هتبقى في وسط اصحابك انت شخص مقبول. يعني ايه؟ هيحسوا ان انت زيهم، شبههم، اعمل زيهم، قلدهم، تعالى نتجمع كلنا شلة مع بعض ونخرج في المكان ده، المكان ده اللي انت هتقدر تسوشيالايز فيه وتخرج وتقابل صحابك وتعمل. فدي الحتة اللي انت دايما تلعب عليها لما تيجي تخاطب الناس دي في الاعلانات، اللي هم الـ other directed. اوكي، طيب بعد كده عندنا التريت اللي بعدها اللي هي need for uniqueness. دي ناس عايزة دايما تبقى مميزة، تبقى مختلفة، ما تبقاش زي اي حد. فالناس دي عندها دايما فكرة الايه، acquisition of consumer goods in order to enhance one's personal and social identity. يعني ايه؟ انا عايزه I need to acquire, I want to acquire, acquisition يعني acquire يعني استحوذ، يعني اشتري، يعني يبقى عندي الجودز او البرودكتس اللي دايما تخليني مميز عن غيري. ده انا لابس الساعه دي محدش لابسها زيي، انا راكب عربيه الناس كلها هتبص عليا، ده انا مثلا بخرج في المكان ده ولابس اللبس ده والناس كلها هتشاور عليا. تمام، انا دايما بجيب احدث حاجه، الموبايل اول ما بيبتدي ينزل او من قبل ما ينزل انا بحجزه عشان ابقى اول واحد في المنطقه دي مثلا، انا اللي معايا الموبايل. فاهمين الفكره؟ فدي ده شخص دايما عنده الحته بتاعت ان هو دايما بيدور ان هو يبقى يونيك، عايز دايما ان هو to be viewed as unique and elite. الناس دايما تشاور عليه، تقول ان هو شخص elite، شخص حاجه واو، حاجه فظيعه. فدايما المين تارجت بتاعه ان هو يبقى عنده السوشيال يونيك ايدنتيتي، ان هو يبقى عنده حاجه مختلفه عن غيره، هو مختلف مش زيه زي اي حد. تمام، فدايما عايز يبقى مختلف. الاوبتيمم ستيميوليشن ليفل اللي هو الاو اس ال، دي ناس بتبقى عندها الديجري تو ويتش بيبل لايك نوفل كومبلكس اند انيوجوال اكسبيرينسز، بيحبوا دايما ان هم يعملوا حاجات جديدة. اوكي، بيبقى عندهم اللي هي الهاي او اس ال او هاي اوبتيمم ستيميوليشن ليفل، فبيحبوا دايما ان هم يجربوا حاجات جديدة، حاجات مثلا مختلفة اوكي ونيو، وحاجات معقدة وانيوجوال اكسبيرينسز يعني حاجات مش ناس كتير بتعملها، دول بيبقى عندهم هاي او اس ال. طيب في ناس برضو عكسهم شوية اللي هم الـ OSL، الـ low OSL، دول بي prefer simple uncluttered and calm existence. يعني هم عايزين يعملوا حاجات جديدة بس من غير ما يبقى فيها risk. يعني مثلا ايه، انا اعمل الحاجة دي واروح الاكسبيرينس دي واروح اتنطط واجري واعمل، بس من غير مثلا ما اتعور، من غير ما اتكسر، من غير ما اتضايق، من غير ما، يعني فاهمين الفكرة؟ ان هو عايز يعمل حاجة مختلفة بس مش عايز يأذي نفسه. اوكي، طيب السنسيشن سيكينج، دول ناس بيحبوا يجربوا حاجات فيها sensational and experiences مختلفة تماما، بيبقى فيها high risk. تمام، ما عندهمش مشاكل خالص ان هم يعرضوا نفسهم لخطر قصاد ان هم يجربوا حاجة جديدة، حاجة مختلفة، حاجة طاقة بمعنى اصح. اوكي، دول بنسميهم ان هم risk takers، زي ما انتم شايفين كده مثلا يحبوا يعملوا باراسيلينج، يحبوا ينطوا من فوق الجبال، يعملوا هايكنج، مش يعني بيعمل دايما حاجات يحط نفسه دايما في ريسك، مش فارق معاه ان هو يتعور، يتخنق، يموت، يقع من فوق الجبل، بس دايما عنده الحته بتاعت ان انا بعمل حاجه جديده ومختلفه ومزهقش. تمام، التريت اللي بعد كده اللي هي verbalizers. verbalizers دي من اسمها، من كلمة verbal يعني ايه؟ يعني text، يعني كلام. الناس دي بتحب دايما ال promotional messages او ال promotional campaigns او الاعلانات اللي يبقى فيها written and textual verbal information. sorry، يعني ايه؟ يعني دايما لما تيجي تتكلم معاه اديله معلومات، والله يقول له ان انت لما هتيجي تشتري عندي الشقة او الفيلا في الكومباوند ده انت مستفيد كذا 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 كذا، انت مثلا المكان ده انت ممكن تاخده استثمار، تقدر تأجره، تقدر تبيعه بعد كده، تقدر المكان ده فيه حاجات مثلا
انت ومراتك تقدر ان انت تسوشيالايزوا فيها، في مول، في محلات كذا، في مثلا مدارس لولادكو، في اديله تكست كتير، اديله انفورميشن كتير. الشخص ده بيحب الانفورميشن كتير، ما اكتر من ان انت تعمله صور، اديله كلام، اديله تكست اكتر. اوكي، الماتيرياليزم دي ناس بتحب دايما تعمل ايه، بتحب تعمل، بتشتري وبتبقى مهتمه قوي، بري اوكيبايد، مشغوله قوي بانها دايما تشتري حاجات علشان تشو اوف. يعني ايه تشو اوف؟ تستعرض، انا بوريكو ان انا عندي، انا بعمل، دايما يعمل شو، يبين في التلفزيون، يصور نفسه مع احدث عربيه، الست دايما تبقى ماشيه باحدث شنطه وتبقى غاليه جدا. فالناس دي دايما عندهم حته الماتيرياليزم، ان هم بري اوكيبايد، يعني مشغولين قوي، يعني الموضوع ده بياخد من حيز تفكيرهم حيز ضخم قوي كبير، ان هو دايما عايز يبين ان هو عنده لوكسري جودز، ان هو عنده حاجات مش موجوده عند اي حد. انا واو، انا مفيش مني، اوكي، انا غني جدا جدا جدا، شو اوف. اوكي، الاثنوسنتريزم جايه من اللي هي الاثنوسنتريزم، اللي هي الحته بتاعت الاثنوسنتريك، اللي هم الناس اللي بيبقى دايما عندهم حته ايه، انا ما بشتريش غير المنتج بتاع بلدي، او مثلا لا ما بشتريش غير منتج بتاع بلد معينه. يعني انا ما لا انا ما بحبش اشتري حاجه محلي، انا دايما بحب اشتري المستورد، او العكس، لا انا ما بشتريش او ما بدعمش غير المنتجات المحليه، انا ما بشتريش منتجات مستورده. او مثلا المنتج ده امريكي انا اشتريه، الماني اشتريه، صيني لا ما اشتريهوش. يعني دي الفكره او دي الكونسبت بتاعه. فالناس دي دايما عندها willingness to buy or not to buy foreign made products. يعني يا اما الناس دي بتحب تشتري منتجات مستورده او بتحب تشتري منتجات محليه. تمام، فمهما انت عملت وحاولت تعرض له منتج محلي وهو ما بيحبش يشتري غير كل حاجه براندز وكل حاجه مستورده، فمهما انت عملت مش هيجي لك اصلا، مش هيشتري من عندك. الناس اللي عندها التريتس بتاعت اللي هي الفيكسيتد كونسومشن، الفيكسيتد كونسومشن دول اللي هم الناس الكولكترز، اللي احنا بنقول عليهم ايه، كولكترز، يعني بيحبوا دايما ان هم يجمعوا حاجات، عندهم الهوبيز، ان هم عندهم الهوايات ان هم يأكيوميليتوا ايتمز او يجمعوا حاجات، زي مثلا الناس اللي بتحب تشتري عملات، حتى عملات قديمة، طوابع، يجمعوا انتيكس. فالناس دي كلها عندها ان هم بيحبوا دايما يعملوا لاصحابهم، يوروا، يعملوا شو اوف لاهتماماتهم. يعني تلاقي مثلا مجموعه كده، ممكن تلاقوا حتى جروبس على السوشيال ميديا، في جروب مثلا على فيسبوك للناس الكولكترز بيحبوا يجمعوا العملات، الطوابع، بتلاقي دايما عندهم انترست، كومن انترست مع بعضيهم، يجمعوا في اماكن معينه، يستبدلوا الحاجات اللي معاها، يعرضوا ويبيعوا في مزادات. فدول اللي هم عندهم الفيكسيتد كونسومشن. ال compulsive consumption دي الناس اللي عندها addiction، ثانية واحدة، دي الناس اللي عندها addiction للشراء. يعني ايه دول؟ احنا بنسميهم shopaholic. سمعتوا قبل كده الكلمة دي؟ عارفين مثلا اللي هم اللي بيشربوا كحوليات كتير بيتقال عليهم alcoholic، او الناس اللي بياكلوا chocolates كتيرة بشراهه فبيتقال عليهم شوكاهوليك. فالكومبالسيف كونسومشن دي الناس اللي احنا بنقول عليهم ان هم شوباهوليك. شوباهوليك اللي هم ايه؟ شوباهوليك اللي هم بيحبوا يشتروا، هم متعتهم في الحياه في الشراء، ودايما عندهم بيبقوا اوت اوف كنترول. يعني بيدخلوا المحلات بيفضلوا يلموا يلموا يشتروا، طول ما هم معاهم فلوس عمالين بيشتروا، شايفين المتعه في الشراء. انا كده، انا لما بكون متضايقه او مكتئبه بحب انزل اعمل شوبينج، بنزل اشتري، بحس ان انا مبسوطه. فدي تريتس بتاعت اللي هم compulsive consumption. الناس دي زي ما قلنا they are compulsive shoppers، بيحبوا دايما يشتروا. اوكي، طيب لو جينا نشوف شوية characteristics مثلا للي هم compulsive consumption، اللي هم اللي عندهم addiction، بتلاقي ان هم have an irresistible urge to shop as soon as they enter a shopping mall. Once ان دخلوا مول دايما يحبوا يشتروا، هم كده عندهم ال urge. irresistible urge يعني ايه؟ يعني في حاجة كده يعني بتاكلهم كده، في tense كده، مش قادرين يقاوموا الاحساس بتاع الشراء، هم عايزين يخشوا يعملوا shopping.
often buy products they don't need. عادة ممكن يشتروا حاجات هما مش محتاجينها حتى لو معهم فلوس قليلة. They feel compelled to spend the money they have left at the end of a period. عادي ممكن يصرفوا لغاية آخر جنيه معاهم. Feel others would be horrified if they knew about their shopping habits. هتلاقيهم دايما ايه لو بيشتروا حاجات ممكن يخبوها مثلا, خايفين عارفين ان الناس هتنتقدهم, ماشيين بشنط كتير, بيصرفوا فلوس كتير, فدايما يبقوا قلقانين من ان الناس هتنتقدهم. Buy things although they cannot afford them. ممكن يشتروا حاجات حتى لو بالinstallments بالاقساط او بالcredit cards حتى لو هم مش عندهمش القدرة دي بس بيشتروها. Buy things to make themselves feel better. هم بيشتروا عشان مبسوطين, عايزين يحسوا ان هم فرحانين. Knowingly write checks that will bounce. اوكي فعادي برضو ان هم ممكن يكتبوا شيكات على نفسه. فدايما عندهم المبدأ ايه, اشتري الحاجة دلوقتي حتى لو انا مش محتاجاها بس انا ممكن في يوم من الايام احتاجه. بعد كده عندنا brand personality. يعني ايه brand personality؟ لو نفتكر المحاضرة اللي فاتت لما اتكلمنا على brand personification, لما قلنا ان احنا بندي من الخصائص بتاعت البني ادمين او بتاعت الاشخاص للبراند, بنشخصن البراند. اوكي دي فكرة brand personality, ان انت بتحس قد ايه ان البراند ده ليه خصائص معينة انت بتبقى حاببها فيه او شبهك او في حاجات انت بتبقى عايزها فيه او كده. زي ايه مثلا؟ زي عندنا اللي هي sincerity, excitement, competence, sophistication, ruggedness. دي ال dimension بتاعت ال personality. طيب لو هنمسك بقى كل واحدة فيهم ونقول, فاحنا مثلا عندنا ال sincerity دي فيها اللي هي down to earth. يعني ايه sincerity؟ يعني البراند ده انت حاجة كده convenient ليك, انت قادر ان انت حاسس ان هو براند حاجة كده ايه down to earth. يعني ايه down to earth؟ يعني حاجة مش بعيدة عنك, مش براند حاجة فظيعة وصعبة المنال luxurious product قوي جدا ومثلا يعني ايه برودكت براند كده بسيط وسهل والناس بتحبه. اوكي في down to earth, يكون honest, يكون البراند ده في honest, you can trust, في trust ان انت قادر تصدق وقادر تثق فيه. يعني ايه مثلا لو جينا نتكلم ان هو زي down to earth, حاجة affordable انت تقدر مثلا وفي نفس الوقت honest وامين معاك تقدر ان انت تثق فيه. زي مثلا نايكي, زي اديداس لما يجي يقولك ان السنيكرز بتاعتي ان هي هتساعدك انت تجري, هتبقى مريحة في رجليك, هتحس ان انت لابس حاجة خفيفة. you can trust it, you can trust the brand. اوكي مثلا يكون في credibility عالية ان انت قادر تصدقه, يكون convenient ليك, يكون affordable, يكون wholesome. يعني ايه wholesome؟ يعني cover all your needs. انت جايبه عارف ان هيغطي لك الحاجة اللي انت محتاجها قوي فيه. يكون cheerful, انت هتبقى مبسوط, هتبقى مستمتع, هيبقى فيه enjoy وانت مثلا بتستخدمه او انت بتشتري البراند ده. مثلا زي for example كوكاكولا دايما كل اعلاناته بيتكلم على ال cheerfulness, على ال happiness, ان انت دايما تبقى مستمتع, تبقى مبسوط. اوكي ففي براند بيبقى على حسب بقى كل براند دايما يقول لك انا بغطي ايه, او ان انا حاجه هتقدر تثق فيها, هتقدر تصدقها. تمام مثلا ماكدونالدز بيعمل نفس الكلام في حته التشيرفول فور اكزامبل. طيب الاكسايتمنت, لو براند بنتكلم على الاكسايتمنت ان هو في التريتس بتاعت الـ OSL زي ما كنا ما خدنا من شوية الـ OSL والسنسيشن, ان البراند ده بيحسسك دايما بالمود ان انت دارينج, ان انت تقدر, ان انت زي مثلا ريد بول, زي مثلا ماونتن ديو, مورو, او مثلا سنيكرز, الحاجات دي كلها اللي هي هتديك دايما احساس بان انت قادر ان انت تعمل الحاجة. طيب زي مثلا لما نيجي نتكلم على الحاجات اللي هي الديرينج, تلاقي الاعلانات مثلا بتاعه ماونتن ديو يقول لك ايه يو دير تو دو ذس, مثلا انت تقدر تعمل كده, انت عندك الطاقه, انت عندك الباور او الكلام ده. مثلا زي ما قلنا مورو,
الحاجات اللي هي السبيريتد، زي مثلا ريد بول. ريد بول يقول لك بيعطيك جوانيح، ان انت بيعطيك بيخلي بيعلي لك دماغ، مش عارف ايه، كل الحاجات دي تبقى سبيريتد. ايماجينيتيف، دايما بنربط البراند بالايماجينيشن، بالتخيل، برضو زي الحاجات اللي هي بتاعت ريد بول او كده. مثلا اب تو ديت، الحاجات اللي فيها الاو اس ال اللي هي والسنسيشن، الحاجات كلها بتبقى مودرن. في بيدور دايما الشخص بيدور دايما على الحاجات الجديده اللي فيها حاجات مختلفه، فيها اكسايتمنتس وكده، فبيدور على الحاجات الجديده. فدي الحاجات اللي هي بتبقى اللي هي اب تو ديت. كومبيتنس مثلا، لما يكون بنتكلم على حاجه فيها competency، زي او تبقى اللي هي زي reliable product او brand انت تقدر تعتمد عليه، reliable. خلي بالكم احنا في sincerity كنا بنتكلم على ال honesty وال trust، ان انت واثق فيه وان البراند ده امين معاك. لكن هنا في ال competency احنا بنتكلم على reliability، ان انت تقدر تعتمد عليه. اوكي، زي مثلا اعلانات تكييف مثلا كارير، يجي يقول لك خبره السنين، انت تقدر تعتمد عليا، تقدر تعتمد على التكييف بتاعي، البراند، الصيانه مثلا نقدر نعملها لك بتاعه التكييف. البرودكت او البراند ده بتاعك يبقى انتليجنت، يبقى في حاجه انتليجنسي، ذكي، سكسسفول، ناجح، هارد وركينج، ان انت تقدر تعتمد عليه ويشتغل معاك لفتره طويله، ما يبصش. السوفيستيكيشن، طبعا سوفيستيكيشن لما نيجي نتكلم على اي براند فيه حاجه سوفيستيكيشن، اول حاجه تيجي في بالنا مثلا ابل، الايفون، فالرولز رويز مثلا، رولكس، كل دي براندز فيها يونيكنس عالي، فيها ابر كلاس لناس معينه، جلامورس، بتلمع، فيها شارمينج. ممكن حاجات مثلا تبقى فيها حاجات فيمينين، حاجات related بالفيمينينيتي، او مثلا منتجات بتاعت ليديز. راجنس يعني صلابة، يعني قوة، يعني being tough. مثلا اعلان بتاع حاجات masculine، حاجات رجالي، مثلا ساعة زي ساعة اللي هي تاجور، براند تاجور، فده فيها راجنس. مثلا الرولكس تبقى فيها sophistication. outdoorsy يعني وطف western، حاجات كده تكون ايه، يعني مثلا فيها زي ما قلنا، فيها قوة، فيها براند تكون ناشفة. تمام، لو جينا مثلا دي شوية اللي هي ال traits أو ال characteristics بتاعت كل واحد فيهم: sincerity، down to earth، ان هو family oriented، ال honesty بيكون فيها sincere، تكون انت تقدر تثق فيه وتعتمد عليه، ال wholesome، original. يعني دي حاجات ليكوا انتوا تبقوا عارفينها. دي شوية examples. sincerity مثلا فيها زي ديزني، هولمارك، امازون، كادبري، كل الحاجات دي فيها براند بيرسوناليتي بتاعت sincerity. اكسايتمنت زي تسلا، ريد بول، كوكا كولا، نايكي. وطبعا بيبقى فيها حاجات زي فيها بيرسبشن، يعني ممكن حد يشوف بالنسبه له ان نايكي فيها sincerity، حد يشوف انها اكسايتمنت. الكومبيتنس مثلا زي جوجل، انتل، مايكروسوفت، سوفيستيكيشن طبعا ابل، او بنقول ابل، رولكس، تيفاني اند كو، جوتشي. راجنس، الحاجات اللي فيها الصلابه مثلا زي هارلي ديفيدسون، الموتوسيكل، موتور بايكس، تيمبرلاند عشان الهايكنج والجبال والكلام ده، فاقدر ان هو صلب يقدر يتحملني. العربيات الجيب او الفور باي فور، مارلو بولو، كل الحاجات دي مثلا اكزامبلز على مثلا هنا وودلاند، راجنس اند اوتدورسي، ريبل، هارلي ديفيدسون، راجنس برضو فيها مارلو بولو، فكده اكزامبلز. تمام، بعد كده عندي اللي هي براند اركيتايبس. دي ان انت بتدي برضو كاركتر ل نون ليفينج ثينج، او بتدي كاركتر للبراند من الكاركترز اللي هي الانسانيه. اوكي، زي مثلا ايه، ان انت اللي هي احنا مثلا عندنا فور اكزامبل الساجي، فالساجي دي understanding، فيها اللي زي حته الويزدم، الحكمه. مثلا زي ايه، زي بي بي سي، زي ناشونال جيوغرافيك فور اكزامبل، البراند دي. مثلا innocent، فيها safety، ان البراند ده
بيكون بيحافظ على البيئة، بيبقى فيها بريء، بيكون ecological أكتر، يكون green non harmful، مش بيضر البيئة، مش بيضر الناس. مثلا ruler، يعني ده كده examples على كل حاجة. يعني هنا مثلا الرولر ده شخص I'm the king، أنا leader، أو البراند ده هو الليدر، بياخد الكاركتر دي. caregiver مثلا، هو دايما بي care for the community، بيساعد الناس، أو البراند ده بيساعد أو معطاء أو كده مثلا. يعني مثلا لو جينا قلنا ال outlaw، إن هو liberation، أو شخص إن هو دايما risk taker، وده بيبقى عكس ال innocent أكتر. أوكي، ف يعني كل براند مثلا بتبقى ايه الكاركتر بتاعته. دي كده examples، دي كنتوا تقروها تشوفوها. يعني بعد كده عندي اللي هي ال self image، ال four components of self image. self image طبعا انت شايف نفسك ازاي. احنا عندنا اربع dimensions او اربع components، في ال actual وال ideal وال social وال ideal social. ال actual ده انت شايف نفسك ازاي، see yourself. ال ideal what I would like to see، انت عايز تشوف نفسك ازاي. ال social how I feel others see me، انا شايف او انا حاسس الناس شايفاني ازاي. وال ideal social how I would like others to see me، انا نفسي الناس تشوفني ازاي. يعني الاتنين اللي فوق دول بتوعي انا، الاتنين اللي تحت بتوع المجتمع او بتاع الناس. يبقى تاني كده ال actual ده الواقع بتاعي، ده حقيقي، انا شايفه نفسي انا حقيقي ازاي. والايديال انا نفسي انا ابقى عامله ازاي، شخصيتي تبقى عامله ازاي. والسوشيال هاو اي فيل اذرز سي مي، انا حاسه الناس شايفاني ازاي. والايديال سوشيال انا نفسي الناس تشوفني ازاي. تمام كده، فهمتوا الفرق بين الاربعه. مثلا انا الاكتوال، والله انا شخص مش بحب الرياضة، مش بحب اتحرك كتير، بحب الاكل، بحب الجنك فود، مش بحب المذاكرة، مش بحب، انا بحب ابقى براحتي، ابقى حرة. ده الاكتشول. الايديال ايه؟ لا انا نفسي انا من بكرة هبتدي الدايت، انا نفسي ان انا اكل اكل هيلثي، انا نفسي اروح الجيم، انا نفسي انجح، اذاكر وانجح وابقى مجتهد، وابقى مجتهد في شغلي وفي دراستي. اوكي، يبقى ده الاكتشول وده الايديال. طيب لو ننزل مثلا تحت، انا حاسة ان الناس مثلا مش بتحبني، بس انا عايز ابقى مثلا حاجة كويسة عشان الناس تحبني. انا عايز اعمل اشارك في نشاطات اجتماعية علشان الناس تشوفني ان انا حد كويس وبساعد. ده اللي هو الايديال سوشيال. تمام، انا نفسي ابقى حاجة كويسة، انا نفسي الناس اساعد الناس، انا نفسي اعمل حاجات للاطفال فعلشان الناس تشوفني وتقول عليا ان انا كويسة. فده الايديال سوشيال والسوشيال. تمام، اخر حاجة عندي بقى في الشابتر وهي الفانيتي او البرايد. فانيتي اند كونسيومر بيهيفير. ايه الفانيتي دي؟ الفانيتي دي has been investigated in terms of، انا عندي حاجتين، في physical vanity و achievement vanity. الphysical vanity دي اللي هي بتبقى excessive concern بالphysical appearance. يعني ايه؟ انا دايما ده شخص البرسوناليتي بتاعته بيبقى على طول مهتم بالمظهر بتاعه، كل اللي يفرق معاه هو المظهر. all concerns بتاعته بالphysical appearance، بشكله، لابس ايه، بيتمنظر بايه في اللبس، بالعربية، بالجزمة، بالساعة، بالبدلة اللي هو لابسها. عنده تفاخر جامد قوي، عنده pride عالي قوي بالإيجو بتاعته، فده دايما بيهتم بالphysical appearance. الachievement vanity ده شخص دايما بيبقى عنده excessive concern بالachievements بتاعته، يعني بإنجازاته، بتعليمه، بالكورسز، بالجوائز، بالبطولات، بالميداليات، بالشهادات. انا مركز قوي ان انا كل اهتماماتي انا اعلى، انا شخص ناجح جدا بالشهادات بتاعتي، بدراستي، يعني فاهمين الفرق بين الاثنين. ده واحد دايما بيتفاخر بالفيزيكال ابييرنس، وده شخص بيتفاخر بالاتشيفمنتس بتاعته، بانجازاته وبالحاجات اللي هو حققها في حياته. تمام، طيب
يبقى احنا عندنا اللي هما ال consumer vanity، احنا قلنا في ال physical vanity وال achievement vanity. بيبقى دايما عندهم حتة ال materialism، ممكن استخدام ال cosmetics، اللبس، ال club of memberships والحاجات دي كلها، بيترجموا الكلام ده كله في ده example مثلا. اوكي طيب ال vain consumers هما بيبقوا ايه؟ بيبقوا lucrative market for personal care and beauty products. بيحبوا قوي ان هم يشتروا الحاجات البيرسونال كير والبيوتي برودكتس. دايما بيعملوا ويلكمينج للبروموشنال مسجز اللي بيبين فيها ان انت هتبقى اتراكتد للاخرين، انت هتبقى مختلف. انت لو خدت عندي الكورس ده ونجحت، او خدت من عندي الشهاده دي ودرست عندي هتبقى ناجح، هتبقى متميز في شغلك مثلا، فور اكزامبل. تمام. Are receptive to promotional messages featuring personal achievements زي ما قلت لكم مثلا. يعني ده هنا كده ده الجزء بتاع الاتشيفمنتس، ان انت هتبقى ناجح قوي في شغلك وفي دراستك لو خدت عندي الكورس ده، هتدرس الحاجات الجديده، تبقى up to date. فده الخاص بالبيرسونال اتشيفمنت. لو هنيجي نتكلم على البيرسونال كير، البيوتي، الفاشن، كل الكلام ده التاني، هنتكلم على اللي هو الجزء الخاص بالفيزيكال vanity. مثلا اشتري الفستان ده لو انت رايحه المناسبه دي او رايحه الحفله دي، الفستان ده هيبقى عليكي حاجه تحفه، هتبقي مختلفه، هتبقي مميزه في الحفله. مثلا لو في شغلك اشتري اللابتوب ده او اشتري الكاميرا دي، هتساعدك في التصوير، هتساعدك في الشغل بتاعك. يعني كل الحاجات دي مثلا دي كده ايه بتبقى examples. فالvain consumers دي بتبقى بيبقوا طبقة خصبة جدا لسواء البيوتي برودكتس او الاتشيفمنت برودكتس، زي ما بيبقوا عايزين الحاجات الخاصة بالحاجات دي كلها. اخر اعلان عندي نتفرج عليه كده وان شاء الله وكده نبقى ننهي المحاضرة بتاعتنا، واي هوب ان انتوا تكونوا استمتعتوا بقى معانا. نشوفه تاني كده مع بعض من الاول. New 500S tested for bad boys. يوب الإعلان يكون عجبكم. طيب يبقى احنا كده النهارده خلصنا، الحمد لله خلصنا البيرسوناليتي، واتكلمنا على الثيريز، اتكلمنا على فرويد، واتكلمنا على هونري، وعلى النيو فرويدن ثيريز الناس اللي انتقدوه، واتكلمنا على هاو انوفيتيفنس والبيرسونال بيرسوناليتي تريتس اللي هو الثيري الثالثه، والبيرسونيفيكيشن والبراند بيرسونيفيكيشن، واتكلمنا على السلف ايمج وتأثيرها على الكونسيومر بيهيفير. Thank you so much يا شباب، أشوفكم إن شاء الله المحاضرة الجاية، نبتدي بقى نتكلم على learning, perception, attitude، كل ده في المحاضرات الجاية بإذن الله. يلا مع السلامة.